بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. ووصلنا إلى قول الله تعالى، حيث قال الإمام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخرج الإمام الترمذي وضعفه، وابن جرير وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبو الشيخ وابن مردويا، وأبو نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر، وهو الكلبي، عن باذان مولى أم هانئ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. معنى يختلفان أي يترددان، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارته، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه
بما يعظم به على أهل دينه. فحلف الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله أن ترد أيمان بعد أيمان. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 درهم من عدي بن بدة. وأخرج الإمام البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: ما كتمتما ولا اطلعتما. ثم وجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: شهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. وأخذ الجام وفيه نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حول متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل، فكتب وصيته بيده، ثم دسها في متاعه، وأوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه، فأخذا منه شيئا ثم حجزاه كما كان، وقدما المدينة على أهله، فدفعا متاعه، ففتح أهله متاعه، فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به، وفقدوا شيئا، فسألوه ما عنه، فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا. فقالوا لهما: هذا كتابه بيده. قالوا: ما كتمنا له شيئا. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله: إنا إذا لمن الآثمين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو: ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم ظهر معهما على إناء من فضة منقوش مموه بذهب. فقال أهله: هذا من متاعه، ولكن اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا، فكرهنا أن نكذب نفوسنا. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الأخرى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه.
ثم إن تميما أي الداري أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء. ثم قال: يا رسول الله، إن الله يظهرك على أهل الأرض كلها، فهب لي قريتين من بيت لحم، وهي القرية التي ولد فيها عيسى. قال: يا رسول الله، إن الله يظهرك على أهل الأرض كلها، فهب لي قريتين من بيت لحم، وهي القرية التي ولد فيها عيسى. فكتب له بها كتابا. فلما قدم عمر الشام أتاه تميم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: أنا حاضر ذلك. فدفعها إليه. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ شهادة بينكم مضاف برفع شهادة، شهادة بينكم بغير نون وبخفض بينكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من طريق علي عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا لمن مات وعنده المسلمون، أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، أمره الله تعالى بشهادة رجلين، أمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، فذلك قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا قام الأولويان فحلف أنهما كذبا، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فتترك شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولويان، فليس على شهود المسلمين أقسام، إنما الأقسام إذا كانا كافرين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اثنان ذوى عدل منكم، قال: من أهل الإسلام. أو آخران من غيركم، قال: من غير أهل الإسلام. وفي قوله: فيقسمان بالله، فيقول: يحلفان بالله بعد الصلاة، يحلفان بالله بعد الصلاة. وفي قوله: فآخران يقومان مقامهما، قال: من أولياء الميت، فيحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقول: فيحلفان بالله ما كان صاحبنا ليوصي بهذا وإنهما لكاذبان. وفي قوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني أولياء الميت، فيستحقون ما له بأيمانهم، ثم يوضع ميراثه كما أمر الله، وتبطل شهادة الكافرين وهي منسوخة،
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية: اثنان ذوى عدل منكم، قال ما من الكتاب إلا قد جاء على شيء جاء على إدلاله غير هذه الآية، ولئن أنا لم أخبركم بها لأنا أجهل من الذي ترك الغسل يوم الجمعة. هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال، فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإن أدى فسبيل ما أدى، وإن هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة أن هذا الذي وقع إلي وما غيبت شيئا، فإذا حلف برئ. فإذا أتى بعد ذلك صاحب الكتاب فشهد عليه، ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم، جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم، ثم اقتطعوا حقه. فذلك الذي يقول الله: ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد في قول الله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، قال: أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران، لا يحضره غير اثنين منهم، فإن رضي ورثته بما غاب عنه من تركته فذلك، ويحلف الشاهدان أنهما صادقان، فإن عثر قال: وجد لطخ أو لبس أو تشبيه، حلف الاثنان الأولان من الورثة فاستحق وأبطل أيمان الشاهدين. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أو آخران من غيركم، قال: من غير المسلمين من أهل الكتاب. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب في قوله: اثنان ذوى عدل منكم، قال: من أهل دينكم، أو آخران من غيركم، قال: من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود ولا النصران إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في سفر. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردوية والحاكم وصححه عن عامر الشعبي رحمه الله أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما بعد العصر بالله
ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها وصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: شهادة بينكم الآية كلها، قال: ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بينهم بالوصية. ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها. وأخرج ابن جرير عن الزبير رضي الله عنه قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذه الآية منسوخة. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن عكرمة أو آخران من غيركم قال: من المسلمين من غير حيه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس وأبو الشيخ والبيهقي في سننه: اثنان ذوى عدل منكم قال: من قبيلتكم، أو آخران من غيركم قال: من غير قبيلتكم، ألا ترى أنه يقول: تحبسونهما من بعد الصلاة، كلهم من المسلمين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عقيل قال: سألت ابن شهاب عن هذه الآية، قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله من غير أهل المرء الموصي، أهما من المسلمين أو هما من أهل الكتاب؟ ورأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما، أتراهما من أهل المرء الموصي أم هما في غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه مختلف فيها رأيهم، وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم للميت الذي يرثونه ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية، فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص له الميت بشيء، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة. وهي أن المسلمين يقسمان أن المسلمين يقسمان بالله: إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين. فإن أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك. قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما يشهد عليه الأولان المستحقان أول مرة،
فيقسمان بالله لشهادتنا على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال: صلاة العصر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: لا نشتري به ثمنا، قال: لا نأخذ به رشوة، ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عامر الشعبي رحمه الله أنه كان يقرأ: ولا نكتم شهادة، يعني بقطع الكلام منونا، الله بقطع الألف وخفض اسم الله على القسم، ولا نكتم شهادة الله. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأها: ولا نكتم شهادة الله، يقول هو قسم. وأخرج عن عاصم: ولا نكتم شهادة الله، مضاف بنصب شهادة ولا ينون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي اطلع منهما على خيانة، على أنهما كذبا أو كتما، فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلاف ما قالا، أجيز شهادة الآخرين وبطلت شهادة الأوليين. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان، بفتح التاء، وأخرج ابن مردوية والحاكم وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان، بفتح الياء ولا تاء هنا. وأخرج ابن مردوية والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن عدي عن أبي مجلس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان، قال عمر: كذبت. قال: أنت أكذب. فقال رجل: تكذب أمير المؤمنين؟ قال: أنا أشهد تعظيما لحق الأمير أمير المؤمنين منك. قال عمر: كذبت. قال: أنت أكذب. فقال رجل: تكذب أمير المؤمنين؟ قال: أنا أشهد تعظيما لحق أمير المؤمنين منك، ولكن كذبته في تصديق كتاب الله، ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله. فقال عمر: صدق. فقال رجل: تكذب أمير المؤمنين؟ قال: أنا أشهد تعظيما لحق الأمير المؤمنين منك، ولكن كذبته في تصديق كتاب الله، ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله. فقال عمر: صدق. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي يعمر أنه قرأها الأوليان وهما، وقال: هما الوليان. وأخرج أبو عبيد
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ من الذين استحق عليهم الأولين، ويقول: أرأيت لو كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما؟ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.